سيداتي السادة، إليكم آخر ما قدمت زيزي عادل في عالم الموضة للموسم الأخير. أبرز موديلات الشعر كانت الفرق بالنص ورفع الشعر على الجانبين مع الغرة على جنب، من موضة زيزي الجدولة على مختلف أشكالها، على جنب واحد، على جنبين، والجدولة الملفوفة حول الرأس، وبجميع الأشكال الغرة دايما على جنب. أما الموديل الكلاسيكي ما تخلت عنه زيزي بمجموعتها الفاتنة. تنسيق الألوان بين التياب والشعر والأكسسوار كان ملاحظ بمجموعة زيزي عادل لشتاء وخريف 2004-2005. زيزي عادل بتستعمل الأكسسوار الواحد لأكثر من حاجة بنفس الوقت. أما بالمناسبات المميزة لوحظ أنه مجموعة زيزي عادل عملية بسبب استعمالها لأغراض من المنزل، كاستعمال جاط الفواكه على الرأس أو استعمال بردية الحمام ومنشر الغسيل. لكن بالأكاديمية لقينا أنه من الضروري أنه زيزي تلتقي بمتخصصين بعالم الموضة لتغيير مجموعتها، ولهالسبب زيزي ضبط شنطتها وغيدرت الأكاديمية. اليوم ورايح رح تشوفوا زيزي شكل تاني. لكن خروجها من الأكاديمية ما كان بس لهالسبب، في موضوع تاني بتكتشفوه بعد لحظات.